بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، معكم مستر حامد البيومي، برحب بكم وبكل مشاهدي ومتابعي حلقات لسكولة في كل مكان. معانا النهاردة بإذن الله وحدة مهمة ووحدة جديدة. وحدة مين؟ الوحدة الرابعة، بدايتها درس مين؟ الدرس الأول اسمه الأطوال، ودرس من الدروس المهمة واللي هنستفيد بها بإذن الله في سنة رابعة وكمان سنة خمسة وكمان سنة ستة. ومش هتنفعنا في الأطوال وبس، ده هتنفعنا يا ولاد في الأطوال وأيضا المساحات وكمان الحجوم لما توصلوا لسنة ستة بإذن الله. تعالوا في البداية نتعرف ازاي بنحول من وحدة لوحدة وايه هي اصلا الوحدات اللي هنستخدمها ونحولها. تعالوا نعمل حركة كويسة تفيدك وتساعدك من غير ما تحفظ. ادي ايد الشمال اخليها كده من ناحيتي، الصابع الكبير ده يمثل اكبر وحدة في وحدات الطول، مين هو؟ الكيلومتر. طب الصابع ده يمثل مين؟ المتر. طب المشوار من هنا لهنا مشوار طويل، طب قيمته كام؟ قيمته 1000. يبقى نقول مع بعض الكيلومتر يساوي 1000 متر. ده الأب بتاعهم، ده رئيس العيلة وكبير العيلة. طب الأربعة دول الأربعة الإخوات، طب مين أكبرهم؟ الصابع ده اسمه إيه؟ اسمه المتر. طب الجيران واخواته الصغيرين، غنوا وقولوا معايا عشان تعرف بنحول ازاي. متر ديسي سنتي ملي، نقول تاني يلا، متر ديسي سنتي ملي. طب الاغنية دي فايدتها ايه يا مستر؟ فايدتها ان بتعرفك كل 70 جنب بعض الفرق بينهم 10، المتر 10 ديسم والديسم 10 سنتي والسنتيمتر 10 ملي، لكن المشوار ده الكبير ده قيمته 1000. طب امتى نضرب وامتى نقسم؟ لما بحول الوحدة الكبيرة للصغيرة نستعمل عملية الضرب، لما بحول من صغير لكبير نستعمل عملية القسمة. طب لو 70 مش جنب بعض، مثلا ده وده بينهم صابع، يبقى حركتين كده، حركة ب10 وكده حركة ب10، يبقى من المتر لمين؟ للسنتي 100 سنتي. طب من هنا لهنا، من الديسم للملي برضو 100 خطوتين، يبقى كل 2 جيران ب10 لو بينهم صابع 100. طب من المتر للملي 3 خطوات، 10 في 10 في 10، اوعى تجمع وتقول 30، 10 في 10 في 10 يبقى المتر بيساوي 1000 ملي. هنستعملهم فين؟ في التحويل. وما تنساش من كبير لصغير نضرب، من صغير لكبير نقسم. وايضا في حلقتنا النهارده معانا حاجتين مهمين، على مين؟ ايجاد محيط المربع وايجاد محيط المستطيل. المربع شكل رباعي، اضلاعه الاربعه متساويه في الطول، لو الضلع الواحد بخمسة سنتي نجيب المحيط ازاي؟ سامع ولد بيقول نجمع 5 + 5 + 5 + 5. انت ولد شاطر، بس في اسهل، ناخد الضلع المفرد ونضربه في 4، 5 × 4 يساوي 20 سنتي. نخرج منها بقانون محيط المربع، محيط المربع بيساوي طول الضلع في 4. طب محيط المستطيل، المستطيل من اسمه في استطالة، ممطوط عنده ايه؟ ضلعين بيساووا بعض والضلعين دول بيساووا بعض، الطول قد الطول والعرض قد العرض. طب لو جينا نجمعهم ولا ده يقول لي طول زائد طول زائد عرض زائد عرض، طب ما تيجي نجملها ونختصرها، الطول زائد العرض الكل في 2. وعشان نجيب محيط المستطيل لابد من توافر عنصرين، الطول بكام والعرض بكام، نجيب المحيط. فين المسائل؟ يلا نحل سوا. بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا يا ولاد في الوحدة الرابعة والدرس الأول، اسمه ايه الدرس الأول؟ الأطوال. وزي ما اتكلمنا في المقدمة، يلا نشوف بقى جايب لك العلاقة بين وحدات الطول. ايه العلاقة؟ أكبر وحدة من وحدات الطول الكيلومتر، والكيلومتر 1000 متر. طب المتر يا مستر هو في كام سنتيمتر؟ المتر 100 سنتيمتر. طب العلاقة التانية، المتر في كام ديسيمتر؟ المتر 10 ديسيمتر. طب الديسيمتر اللي هي نص المسطرة الصغيرة فيها كام سنتي؟ فيها 10 سنتي. طب السنتي اللي بنشوفه على المسطرة من 0 لـ1 في كام ملي من الشرط الصغيرة؟ 10 ملي. يبقى هنا الترتيب بتاع الوحدات تنازليا، اكبر وحدة
كيلومتر، يليها المتر، يليها الديسيمتر، يليها السنتي، وأصغرهم المليمتر. ودي العلاقة بين وحدات الطول المختلفة. ويلا نشوف سؤال بيشوف الرجل عنده نظر ولا لأ، عنده مفهومية ولا لأ، عنده تقدير ولا لأ. أول وحدة سمك سلك الكهرباء بوحدة مين؟ سمك سلك الكهرباء ده بيبقى سلك رفيع جدا، يبقى بالإيه؟ بالمليمتر، يبقى ميم ميم. اللي بعده طول حجرة الدراسة الفصل، لو حبيت أقيسه أقيسه بأنهي وحدة؟ كبيرة شوية، يبقى بوحدة مين؟ المتر أو حرف الميم. الاتنين بمعنى واحد. اللي بعده حوش وفناء المدرسة، كبير ولا مش كبير؟ طبعا كبير، يبقى بوحدة مين؟ المتر ميم. اللي بعده ارتفاع عمود الكهرباء، عمود النور الطويل اللي بيوصل للدور الثالث، يتقاس بالملي ولا بالسنتي ولا بالمتر؟ طبعا بالمتر ميم او كلمة متر. سؤال جميل وسهل وبسيط. ونشوف سؤال اخر برضو على نفس الطريقة والمنوال، لو جيت تقيس المسافة بين القاهرة والاسكندرية، دي محافظة ودي محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية، بالملي ولا بالديسي ولا بالكيلو؟ اقول له ده طريق سفر، ده مسافة بين بلدين، يبقى الوحدة المناسبة هي مين؟ الكيلومتر. اللي بعده ارتفاع مبنى سكني، يعني عمارة سكنية، بالملي ولا بالديسي ولا بالمتر؟ طبعا ارتفاع العمارة كبير، يبقى بالمتر. اللي بعده طول شخص ما او انسان، كيلو ولا سنتي ولا ملي؟ طبعا الإجابة كلكم عارفينها وبتعرفوها، لما تروح تقيس طولك في الصيدلية مع الوزن بيبقى بالسنتيمتر طول الأشخاص. حتى لو تسمع مباراة في كرة القدم تلاقي المعلق يقول لك عصام الحضري حارس مرمى مصر طوله 190 سنتي، يبقى طول الأشخاص بالسنتيمتر. اللي بعده طول نملة بإيه؟ النملة دقيقة جدا وصغيرة جدا، يبقى وحدة القياس بإيه؟ بالمليمتر. سؤال سهل وجميل. نشوف شريحة أخرى على نفس الطريقة، اختيار الإجابة خلي بالك الأقرب إلى الصواب. يلا طول سيارة تاكسي تبقى 2 كيلو ولا 20 متر ولا 200 سنتي؟ 2 كيلو ليه هي سفر، 20 متر ليه هي مبنى، ولكن من الأنسب 200 سنتي؟ خدت بالك أنا بختار إيه؟ بختار الأنسب. ممكن تبقى أكتر من 200 سنتي أو أقل بحاجة بسيطة، ولكن عمو قال لي اختار الإجابة الأقرب إلى الصواب. ومستر حامد بيضيف لك كلمة بمعنى آخر اسمها إيه؟ الأنسب في الإجابة. اللي بعده عندي قلم طوله قلم رصاص أو قلم جاف، يبقى 1 سنتي ولا 15 ديسي ولا 15 سنتي؟ برافو عليك، الإجابة الأنسب مين؟ 15 سنتي. نختار ونجاوب في النقط. طول أخي الأكبر 3 متر، لا ما نعرفش أشخاص طولهم 3 متر. 160 ملي، لا صغيرة جدا، يبقى مين الأنسب والأقرب إلى الصواب؟ 160 سنتي طول الأشخاص. نمرة دال اشترت والدتي قطعة قماش طولها قماشة 3 كيلو ولا 3 متر ولا 3 سنتي ولا 3 ملي؟ الأولى كبيرة جدا 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 لطريق سفر، 3 سنتي و 3 ملي ما تعملش حاجة، يبقى مين الأنسب؟ 3 متر. حتى الرجل بتاع القماش بيبقى ماسك العصاية الخشب عشان يبيع للزبائن، اللي هي بنقول عليها المسطرة المدرجة أو المتر الخشبي. نمرة هي في منزلنا حجرة مربعة الشكل، طول ضلعها تبقى كام؟ عايز الضلع الواحد في حجرة في المنزل، يبقى مين الأنسب؟ برافو عليك، 5 متر هي الإجابة الأنسب. والشريحة دي شريحة هامة وشريحة جميلة وشريحة مفيدة، لأنها بتنشط مخي وتساعدنا على تقدير القياس. الشريحة اللي جاية الجميلة جايب لك فيها القوانين المهمة اللي هنستعملها. لو بجيب محيط المثلث نجيبه ازاي؟ المثلث عنده 3 أضلاع، نجمع أطوال أضلاعه الثلاثة، يبقى قولوا معايا محيط المثلث بيساوي مجموع أطوال
أضلاعه. طب لو بجيب محيط المربع، المربع عنده 4 أضلاع متساوية، يعني نجمع الضلع 4 مرات. طب لو عايزها بقانون نغني الغنوة، محيط المربع بيساوي طول الضلع في 4. طب ليه ضربنا في 4؟ علشان الضلع مكرر 4 مرات، يعني عنده 4 أضلاع متساوية في الطول. طب لو بجيب محيط المستطيل، المستطيل عنده خطين، واحد طويل وواحد قصير، واحد اسمه الطول وواحد اسمه العرض، وكل واحد منهم مكرر مرتين، يبقى ايه قانونه؟ الطول زائد العرض الكل في 2. وكلمة الكل في 2 لان الطول موجود مرتين والعرض مرتين. طب لو انا عايز اكتفي بالطول والعرض بس، واحد من الطويل وواحد من القصير، يبقى ده يمثل مين؟ نصف محيط المستطيل. يبقى لو عايز المحيط بالكامل، الطول زائد العرض الكل في 2. طب لو عايز نصف المحيط، الطول زائد العرض فقط. طب لو عايز قانون يجيب لي مين؟ يجيب لي الطول. نجيبه ازاي؟ غني وقول معايا، هنقسم المحيط على 2 وبعدين ننقص العرض، كده يدينا الطول. يبقى قانون الطول اغنيته ايه؟ يلا غني وقول، المحيط على 2 ناقص العرض. طب بالمثل، لو عايز مين؟ لو عايز العرض، يبقى قانونه ايه؟ المحيط على 2 ناقص الطول. ادي قانون الطول وادي قانون العرض. الشريحة دي ايه يا ولاد؟ شريحة هامة جدا وشريحة مفيدة جدا، لانها جابت لي القوانين الهامة اللي هنستعملها حالا باذن الله في حل المسائل. سؤال صح وغلط، يلا مع بعض نشوف، نراجع القوانين اللي خدناها. محيط المربع بيساوي طول الضلع زائد 4، اقول له غلط يا عم. طب التصويب بتاعها ايه؟ التصويب محيط المربع بيساوي طول الضلع في 4، ودي أسئلة وتدريبات كتاب المدرسة. طب محيط المستطيل، الطول زائد العرض زائد 2، هقول له غلط يا عم، اكتب صح. ايه القانون الصح؟ يلا نقول، الطول زائد العرض الكل في 2. اللي بعده نمرة جيم، يا ترى الديسي متر اكبر من المتر؟ طبعا الاجابة غلط. مين الاكبر؟ المتر هو الاكبر من الديسي متر، او نعمل علامة اصغر من. اللي بعدها الملي لتر اصغر من الملي متر، اصغر من السنتيمتر. طبعا هنا دي الملي متر يا اولاد مكتوبة غلط، هنصححها، الملي متر اصغر من السنتيمتر. الاجابة صح. ليه؟ لان الملي متر ده من اصغر وحدات الطول، واصغر منين؟ اصغر من السنتيمتر. لكن الملي متر دي وحدة تانية لقياس الحجوم، دي غلطة مطبعية، صوب تعالك عشان تعرف الاجابة. يبقى الملي متر اصغر من السنتيمتر، او السنتيمتر اكبر من الملي متر. وما تنساش العلاقة بينهم. ايه العلاقة بينهم؟ العلاقة بينهم ان السنتي في قد ايه؟ في 10 من الملي، عشان كده هو كبير. نمره اللي بعده، اذا كان بعد مستطيل، كلمة بعد يعني الطول والعرض، يبقى نصف المحيط 8. اقول له استنى، هو نصف المحيط في الشريحة السابقة قلنا بيخص مين؟ بيخص الطول زائد العرض. طب البعدين كام وكام؟ 5 و3، و5 و3 يدينا 8، يبقى نص المحيط 8. السؤال ده سؤال ايه؟ سؤال هام وسؤال جميل، يا رب يكون مفيد. عمو بيقول لي في السؤال اللي بعده، رتب وحدات الطول ترتيب تصاعدي. ترتيب تصاعدي، سنتيمتر، ديسيمتر، برضو فيها خطأ، مليمتر، كيلو متر، متر. مين اصغر واحدة؟ اصغر واحدة المليمتر. راح المستر كاتب نمرة 1. طب اللي بعدها السنتيمتر نمرة 2. طب اللي بعدها الديسيمتر. طب اللي بعدها المتر. الفتوة بتاعتهم والاخيرة والكبيرة الكيلومتر. يلا نقولهم كده بالاغنية، مليمتر، سنتيمتر، ديسيمتر، ثم متر، وبعد كيلومتر. يلا بقى ننقلهم احنا من الاولاني، المليمتر، وبعدين سنتيمتر، وبعدين الديسيمتر، وبعدين
المتر وبعدين الكيلو متر. الترتيب ده ترتيب ايه؟ ترتيب تصاعدي. ترتيب تصاعدي لمين يا شطار؟ لوحدات الطول المختلفة. يا رب يكون سهلة. وطبعا لو تنازلي كنا بدأنا بالكيلومتر الكبير. السؤال اللي بعده على محيط المربع بيقول لي مربع طول ضلعه 5 سنتي وعمه عايز محيطه. هنشطب كلمة احسب ونكتب القانون. طب القانون اسمه ايه؟ محيط المربع. طب قانونه ايه؟ محيط المربع بيساوي طول الضلع في 4. طب الضلع ب5 ناخدها ونضربها في 4 يبقى ب20، والمسألة بالسنتي يبقى 20 سنتي. خدت كم سطر؟ سطرين. سطر للقانون وسطر نحلي فيه. نيجي للي بعدها. سؤال على المستطيل وعمه ادانا الطول وعمه ادانا العرض وبيسأل على المحيط. هنشطب كلمة احسب أداة السؤال والاستفهام ونكتب العنوان ايه يا شطار؟ محيط المستطيل بيساوي، ولازم اكون حافظ القوانين. محيط المستطيل قانونه ايه؟ الطول زائد العرض الكل في 2. طب وبعدين نعمل يساوي ونفتح القوس ونحط الإجابة. الطول ب7 زائد 3 نقفل ونضرب في 2. يلا نجيب الإجابات. 7 زائد 3 10، وهنضربها في 2 تبقى الإجابة 20. وعشان بالسنتي تبقى سنتي سادة. المحيط سنتي سادة لأن وحدة طول سطر للقانون وسطر نحل فيه. نيجي لسؤال تاني بس المرة دي على محيط المثلث. ومثلث ماله؟ مثلث متساوي الأضلاع. طب التلاتة محوشين كام؟ 15 سنتي. هنشطب كلمة اوجد. وعمه بيسأل على المفرد. بيسأل على مين؟ بيسأل على طول الضلع الايه؟ الواحد. اقول له الواحد يبقى مفرد والمثلث متساوي الأضلاع. يبقى ناخد ال15 ونقسمها على مين؟ على التلاتة. يطلع كام؟ 5 سنتي. طب ليه قسمت على التلاتة؟ لان قانون طول الضلع عشان نجيبه نقسم مين؟ نقسم المحيط على 3. طب ليه على 3؟ لان المثلث اللي بنحل بيه مثلث متساوي الاضلاع. اضلاع التلاتة متساوية. نيجي لسؤال تاني. عم بيسأل على طول ضلع بس بتاع مين؟ المربع. هنشطب كلمة احسب ونكتب ايه العنوان؟ ونكتب طول الضلع. طب مش الضلع ده مفرد؟ ايوة. يبقى نجيبه ازاي؟ هنقسم محيط المربع على 4. سامع ولد بيقول لي هنا على 4، اقول له المربع 4 اضلاع. انما اللي فاتت المثلث المتساوي الاضلاع 3. نعمل يساوي وهناخد 28 ونقسمها على مين؟ على 4. تطلع الاجابة 7 والتمييز سنتي. نراجعها تاني. لو عايز ضلع المثلث وكان متساوي الاضلاع نقسم على 3. لو عايز ضلع المربع وهو فعلا متساوي الاضلاع نقسم على 4. سؤال وشريحة مهمة. السؤال اللي بعده سؤال جميل جدا. مسألة مزدوجة هتجمع بين مين ومين؟ بين المربع وبين المثلث. وبيقول لي مين الأكبر؟ المربع اللي طول ضلعه 5 سنتي ولا المثلث المتساوي الأضلاع اللي ضلعه 7؟ أقول له والله ما نعرف. طب وعشان نعرف نحل دي ونحل دي. طب أول خطوة هنجيب مين؟ هنجيب محيط المربع عشان هو اللي اتذكر أولا. نقول له إيه؟ محيط المربع بيساوي طول الضلع في 4. والمستر قال ده سطر للقانون وسطر نحل فيه. الضلع بكام؟ ب5. هنضربها في 4 تبقى الإجابة 20 والتمييز سنتي سادة. مفيش حد أحسن من حد. زي ما جبنا محيط المربع هنجيب مين؟ محيط المثلث. والمثلث متساوي الأضلاع. ينفع تكتب مجموع أطوال أضلاعه. وينفع أقول طول الضلع في 3. طب ليه قلت في 3؟
عشان متساوي الأضلاع، الضلع بكام؟ الضلع بسبعة، هنضرب سبعة في ثلاثة يطلع 21 سنتي. جبت الأولى وجبت الثانية، فضل الرد، مين الأكبر؟ الأكبر طبعا الواحد وعشرين. يبقى نقول لعمه إيه في الآخر؟ نقول لعمه محيط المثلث أكبر من محيط المربع، لأن دي إجابته 21 ودي إجابته 20، والتمييز بوحدة السنتيمترات السادة العادية. السؤال اللي بعده سؤال جميل جدا ومهم جدا وبيجي في الامتحان كتير. السؤال ده إيه يا أولاد؟ هام جدا جدا. بيقول لي إذا كان مجموع محيطي مربعين 48 سنتي وطول ضلع أحدهما محوش 7 سنتي وعايز طول الضلع الآخر، نعمل إيه؟ أقول له هنعمل كل خير، أنا مش هحل المسألة دي حل مباشر ولا حل عادي، أمال مين اللي هيفهمها لنا؟ الرسمة إزاي؟ مستر حامد عمل مربعين صغيرين أهو، مربعين، وهقول قص كده عليهم وقول المربعين دول محوشين 48 سنتي. هو اللي قال المربعين مقاسهم في المحيط 48. كمل قراية. طول ضلع أحدهما 7، راح المستر جاي عند واحد وكاتب 7 7 7 7. يا سلام يا مستر حامد، يعني الحركة دي اللي هتبين لك الرسم؟ أقول له طبعا يا ولد، لما تكتب 4 سبعات يبقى أنت هتجيب مين؟ محيط المربع الأول اللي أرقامه موجودة. يبقى أنا الرسم هيساعدك عشان ما تبقاش حافظ، أنا عايزك تبقى فاهم. إيه العنوان؟ محيط المربع الأول. طب قانونه طول الضلع في 4. طب الضلع بكم في المسألة؟ الضلع بسبعة واتكررت 4 مرات، 7 في 4 ب 28 سنتي. يقوم المربع الأولاني ده يفرح ويزقطط ويعمله الليلة ويقول لزميله اللي جنبه يغيظه، عرفت مقاسي عرفت محيطي. مين اللي زعلان؟ المربع التاني ده لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ضلع موجود ولا محيطه موجود، والتاني بيغيظه زعلان. طب يعرف مقاسه ومحيطه إزاي؟ هيعرف مقاسه بطريقة سهلة، ربنا هيفتح عليه ونقدر نجيب محيط المربع التاني. يقوم المربع الأولاني يقول له مش هتعرف تجيب مقاسك، ده انت ما حلتكش اي بيانات. يقول له هعرف اجيبها بوسيله مساعده. يقول له ازاي؟ يقول له بص فوق كده، فوق القوس الرسمه، احنا الاثنين محوشين 48 وانت لوحدك محوش 28، انا اقدر اعرف مقاسي. يقول له ازاي؟ يقول له لو طرحت ال 48 ناقص ال 28 بتاعتك يبقى الاربع اولاد اللي عندي والاربع خطوط مقاسهم كام؟ مقاسهم 20 سنتي. شفت عرفت مقاسي ازاي؟ يقوم التاني يقول له ايه؟ برضه مش هتعرف تجيب كل ولد من اولادك زي انا معروف 7 7 7 7، انت عرفت كل الاربع اضلاع 20 لكن مش هتقدر تعرف مقاس كل واحد. يقول له لا اقدر اعرف في الخطوه الثالثه. يقول له ازاي؟ يقول له هعرفك وانا بكتب بالعنوان طول الضلع الاخر بتاع المربع الاخر. نجيبه ازاي؟ مش العشرين دي يا اولاد تخص الاربع خطوط؟ ايوه. يبقى نعمل ايه؟ نقسم المحيط على اربعه عشان هم اربع مين؟ هم اربع اضلاع متساويه. يبقى هناخد العشرين نقسمها على مين؟ على الاربعه، يطلع مقاس كل ولد عنده 5 سنتي. يقول لي شفت ازاي مش لوحدك؟ ما انتش تغزني تاني زي ما انت 7 7 7 7 انا 5 5 5 5 عرفت في الاول محيطي وعرفت اولادي وعرفت طول ضلعي. مين اللي ساعدنا في الرسم يا اولاد؟ مين اللي ساعدنا في تحديد الاجابه والخطوات بتاعه المساله؟ الرسمه الجميله الزغننه اللي مستر حامد بدا بيها المساله بوسيله واداه الحل. السؤال اللي بعده على المستطيل، مستطيل محيطه كذا وطوله كذا، اوجد عرضه. اقول له المستر كان ادالنا قانون في شريحه، ازاي نجيب العرض؟ عرض المستطيل قانونه ايه؟ نشد شرطه كسر المحيط على الاثنين ناقص الطول. طب لو عايز الطول، المحيط على الاثنين ناقص العرض. يلا نحل، ادي شرطة الكسر، المحيط 86 على الاثنين وبعدين ناقص مين؟ ال 23.
86 على الاثنين يعني نصها 43 ناقص 23 تبقى الإجابة كام؟ الإجابة 20. 20 مين؟ سنتي. كده احنا جبنا العرض بأني وحدة؟ بوحدة السنتي. طب عمه عايزه بالديسي، يبقى خطوة مين؟ يبقى خطوة التحويل. هننزل العشرين الجديدة ونسأل نفسنا السنتي ده أصغر منين؟ السنتي أصغر من الديسي، بدل من صغير لكبير يبقى علامة على، والديسي فيه 10 سنتي يبقى نقسم على 10، 20 على 10 تطلع 2. 2 ايه يا شطار؟ 2 ديسي متر. وكمان طريقة تأكيد، كل 10 سنتي بديسي متر واحد، 20 سنتي يعني مسطرة صغيرة يعني كسرتين يعني حتتين يعني 2 ديسي متر. وما تنساش القانون اللي ساعدنا، العرض بيساوي المحيط على الاثنين ناقص الطول. طب حلينا ازاي؟ سطرين للقانون وسطر نحل فيه. السؤال اللي بعده مسألة لفظية، واحد عايز يعمل برواز خشب عشان يحط جوه صورة، الصورة على شكل مستطيل، ادي البعدين طول وعرض 500 سنتي و 400 سنتي، بدل البرواز يبقى محيط. تيجي تدور على كلمة محيط في المسألة ما تلاقيهاش، امال هنجيب محيط ليه؟ قولوا معايا، اول ما نشوف كلمة البرواز يبقى هنجيب المحيط. ليه؟ لان البرواز اطار والاطار ماشي من الخارج، واللي بيحد الشكل محيط. يبقى اول خطوة هنجيب مين يا شطار؟ هنجيب محيط المستطيل. وما شاء الله كلكم حافظين القوانين، محيط المستطيل بيساوي الطول زائد العرض الكل في 2. هنفتح قوس وهنجمع البعدين، 400 زائد 500 الكل في 2، 400 زائد 500 900 في 2 ب 1800، والتمييز سنتيمتر. كده خلص المحيط. نكمل قرايه نلاقي عمه بيقول تكلفة المتر. بيقول ايه؟ تكلفة المتر. اقول له استنى استنى، ده المسألة عندي بالسنتيمتر، يبقى ما ينفعش، لازم نعمل ايه؟ لازم نحول من اللي فين؟ ال 1800 أمه سنتيمتر، والسنتي أصغر من المتر يبقى علامة على، والمتر 100 سنتي يبقى نقسم على 100، نحذف صفرين مع صفرين تطلع الإجابة 18، كانت سنتي تبقى متر. طب هم 18 متر، وعمه بيقول المتر ب 3 جنيه، وعمه عايز مين؟ التكلفة الكلية. كمية ولا مش كمية؟ طبعا ال 18 متر كمية، يبقى ناخد ال 18 ونضربها في 3، 3 في 8 ب 24 ومعانا الاثنين، 3 في 1 ب 3 و 2 5، تبقى الإجابة إيه؟ 54 جنيه. ليه جنيه؟ لأن بجيب التكلفة، وليه جنيه؟ لأن المسألة إجت بالجنيهات. يبقى جبنا المحيط عشان البرواز، حولنا عشان من سنتي المتر، تكلفة كلية عملية ضرب عشان كمية. سؤال ايه يا ولاد؟ سؤال مهم جدا، المسألة دي عايزك تذاكرها وتحلها وتبعتها على الاسكولة. ومعانا اخر مسألة، قطعة ارض مستطيلة من تدريبات كتاب المدرسة، وكان عرضها ايوه ماله ماله؟ قال لي تلت طولها. يعني العرض لما يتكلم مع الطول يقول له ايه؟ يتكلم بكل ادب واحترام، يقول له انا جزء من 3 منك يا طول. طب للطول الكبير لو حب يتكلم مع عرض يتكلم بغرور وكبرياء، يقول له انا عرض قدك 3 مرات. شفت كل واحد له لسان ازاي؟ في اللي بيتكلم بتواضع وفي اللي بيتكلم بعظمه وكبرياء. من تواضع لله رفعه. السؤال بيقول لي احسب محيطها، اقول له محيط مين؟ يقول لي قطعة الارض. اقول له اللي على شكل ايه؟ يقول لي اللي على شكل مستطيل. اقول له سهلة وجميلة لان حافظ قانون محيط المستطيل، ولكن انت حطيتني في مشكلة. قال لي ايه المشكلة؟ قلت له انت طلعت طيب لانك ادتني العرض. العرض كام؟ العرض 15 متر، ولكنك يا عمو طلعت شرير لانك خبيت عليا الطول. قال لي هو انت كل حاجة عايزها سادة؟ كل حاجة عايزها على الجائز؟
انا اديتك العرض لكن والله يعتبر عطيك الطول. قلت له ازاي؟ قال لي مش بقول لك يا رجل ان العرض ده تلت الطول. قال قلت له قال لي حتى انت قلت لي يعني ده يتكلم بادب وتواضع يقول انا جزء من ثلاثه وده يتكلم بعظمه وكبرياء يقول لي انا قدك ثلاث مرات. طبعا طب ما هو ده الطول الكبير اللي بيتكلم بعظمه، يبقى ناخد ال 15 الصغيره ونضربها في ثلاثه تبقى 45 متر لان قده ثلاث مرات ثلاث امثاله. شفت سهله وجميله ازاي؟ طب لو قال اربعه يبقى نضرب في ايه؟ نضرب في اربعه. يبقى ادي العرض الصغير موجود وادي الطول ضربنا، بقى معايا طول ومعايا عرض، كده نعمل ايه؟ نحط رجل على رجل. وهنجيب مين؟ وهنجيب محيط المستطيل. ايه القانون بتاعها؟ نفتح القوسين ونقول محيط المستطيل بيساوي الطول زائد العرض الكلي في 2. يلا نحل، الطول الجديد 45 والعرض القديم 15، ونقفل ونضرب في 2. 15 و 45 60، هنضربها في 2 تطلع الإجابة 120. والتمييز بإيه؟ التمييز بالمتر. طب ليه بالمتر؟ لأن المسألة الأصلية جاية بالمتر، جبنا الطول وجبنا العرض وكمان جبنا المحيط. مسألة إيه؟ مسألة هامة جدا، حلها وابعتها هي وباقي تدريبات الدرس على الإسكولة. كده يا ولاد الحمد لله خلصت حلقتنا، حلقة 2 درس الأطوال، الدرس الأول في الوحدة الرابعة والأخيرة من رياضيات الصف الرابع. واوعى تنسى عملية التحويل اللي قلناها وحلينا عليها مسائل، تحويل من كبير لصغير اضرب، الكبير هيتحمل الضرب، من صغير لكبير نقسم، وما تنساش الأغنية، أدي الكبير العيلة كيلو متر ودي متر دي سي سنتي ملي، وكل 2 جيران الفرق بينهم 10، ولو بينهم صابع 100، ولو بينهم صابعين 1000، ومش هتعرف تحل وتعرف الأغنية إلا لو طبقت على حل المسائل اللي موجودة في الحلقة واللي موجودة في كتاب المدرسة. واوعى تنسى قوانين محيط المربع ومحيط المستطيل، عشان لسه بعد كده معانا درس المساحة ولها قوانين لمساحة المربع ومساحة المستطيل. حل بإيدك وصور وجعك وفرجنا علينا اللي انت عملته. ولو عجبتك الحلقة اوعى تتأخر علينا، سبسكرايب لقناة مسكولة ولايك وشير، واشوفكوا على خير.